هذا الأخ مسعود يقول: هل صحيح قول بأن الإمامة في الصلاة وكذلك الخطبة للخطيب الجمعة بأنها تكليف وليس تشريف؟ وما معنى تشريف؟ تشريف يعني فيها شرف وفيها فضل، وهي كذلك هي تشريف، وهي تكليف أيضا لأنه مكلف بأن يقوم بالإمامة والخطبة ويؤم المسلمين في الصلوات وفي الجمعة وفي الخطبة. هذا من الإحسان ومن الدعوة إلى الله عز وجل ومن القيام بالواجب. نعم.